بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام ونحن نلتقي معكم في يوم جديد من ايام الله سبحانه وتعالى من شهر الاستقامه شهر الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فاستقم كما امرت اليوم ليله ويوم جميل وجديد من ايام الله سبحانه وتعالى هذا اليوم قد يكون فيه بعض الاختلاف في لياليه وفي ايامه هي ليله يفرق فيها كل امر حكيم، قال الله تعالى: انا انزلناه في ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر، الى اخر هذه السوره المباركه سوره القدر الكريمه. هناك دلائل قرانيه كثيره في فضل ليله القدر. كيف تحدث عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ ما هي دلائلها؟ ما هو فضلها؟ ما هو وقتها؟ يسرنا في هذا اليوم المبارك ان نستضيف سماحه الشيخ كرم العيثاوي الباحث في الفكر الاسلامي، ارحب بك ضيفا كريما. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله دكتور جلال، تحيه لك لحضرتك ولكادب العراقيه، ولهذا البرنامج الجميل باسمه وبعمله وبغايته. اولا دعني ابارك للامه الاسلاميه جمعاء ولشعبنا العراقي. ابارك شهر رمضان، وبارك لهم هذه الليالي التي تتجلى فيها رحمة الله عز وجل على عباده. ولا سيما ليالي العشر. وكلنا راجين من الله عز وجل في هذه الليالي العشر أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجمعنا على طاعته وعلى حبه. اليوم نتكلم عن القرآن الكريم، هناك دلائل كثيرة وآيات كثيرة تحدثت عن ليلة القدر المباركة. نعم، كما تفضلت أستاذ، الله عز وجل حين خلق العباد وأعطاهم الدلائل في كتابه سبحانه وتعالى وأرسل إليهم الخلق لكي يعلمهم أمور دينهم جعل لنا في الكتاب سورة القدر التي تفضلت وتحدثت عنها قال الله عز وجل فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وهنا شرف الله عز وجل هذه الليلة التي نبحث عنها في هذه الليالي أن قرنها سبحانه وتعالى، قرنها في بكتابه، جعل لها هذا التشريف. أنزلنا الكتاب، أنزلنا القرآن في ليلة القدر فجعلها لها الأفضلية. وأيضا في آية أخرى قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فبارك الله بعملها ووقتها وثوابها، فجعلت مباركة بهذه الصفات. فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم. بين الله عز وجل أن في هذه الليلة يفرق أو أن يكتب أقدار العباد قيل أنها من ليلة القدر إلى ليلة القدر القادمة رب سائل يسأل ألم يكتب الله عز وجل لنا كل الأقدار وأمور العباد هنا دليل أني وأنت أستاذ جلال نستطيع أن ندعو الله عز وجل في هذه الليلة أن يبدل أقدارنا ويبدل حالنا إلى أحسن الأحوال لأن في هذه الليلة سيفرق فيها كل أمر حكيم سيكتب لنا جميل أمورا وأعمالا طيبة فيها تبدأ يعني ابتداء هي هذه الليلة يعني الله سبحانه وتعالى جعلها ليلة مباركة حيث نعم أن النبي صلى الله, وسلم صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته الكرام كانوا يهتمون بهذه الليالي بدءا من التاسع عشر وانتهاء إلى آخر العشر الأواخر حتى يروى أنهم كانوا يطون الفراش في هذه الليالي الكريمة نعم وهذا ما تعلموه من مدرسه محمد عليه الصلاه والسلام ومدرسه الال الطيبين ومدرسه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم علمهم النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا دخلت هذه العشر الاواخر من شهر رمضان ماذا فعل حبيبنا وحبيبكم مصطفى عليه الصلاه والسلام؟ احيا ليله وايقظ اهله وشد مئزره وهذا كنايه ان النبي عليه الصلاه والسلام شد الهمه وشد العزيمه وعلمنا من بداية ليلة التاسع عشر إلى نهاية شهر رمضان أن استغلوا كل وقت كل دقيقة كل لحظة لتنالوا هذا الخير العظيم الذي جعله الله في هذه الليلة ألا وهي ليلة القدر كيف يكون استثمارها اليوم بينما أن نستغل وبينما نستثمر هذا الوقت مرة باستغفار ومرة بقراءة القرآن مرة حتى تكون بصلة رحم نعم أكيد هذه الليله ما دام انها مباركه سيبارك فيها كل عمل ودليل ذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ايمانا بها واحتسابا للاجر عند الله عز وجل. في هذه الليله يجب ان اكون مرضيا عند ربي ثم عند والداي ثم عند الاقارب عند الارحام يعني هذه مقدمات نعم يعني الانسان حتى يغفر له ما تقدم وما من تاخر من ذنبه يجب. على ان لا يكون ظالما لاهله، نعم. على ان لا يكون طبع. ظالما لزوجته، على ان لا يكون كافرا بنعم الله، أكيد. على ان لا يكون سارقا من اموال غيره الى اخره من الصفات نعم. على ان لا يشرك بالله سبحانه وتعالى، عليه ان يطيع الله سبحانه، هذه كلها ثم يدخل بما اراد الله من عاقبه الحسنى يكون حسنة. في هذه الليله صافي القلب. جميل. مع ربه ومع الناس لكي يلقى الله عز وجل إذا يبتدي, يبتدى قبل حلول هذه الليلة يبتدى بالمصالحة مع نفسه وإن كان لديه بعض السوء مع أهله مع أصحابه يسارع مع أقاربه يسارع للمصالحة فهو خير عمل يبدأ به نعم أكيد لكي يحقق المكسب هذه الغنيمة لأن المحروم من حرم خير هذه الليلة المحروم فينا من حرم قد يتعب الإنسان قد يقيم الليل قد يصلي قد يقرأ القرآن ولكن هناك ظالم هناك قد ظلم أناسا في هذه الليلة يتحسبون عليه أي يا رب خذ لنا حقنا لعل أم أو أب أن تعاق لهما يدعون الله عز وجل ولا يريدون هذا الأبن العاق فلذلك كما قلنا صفي قلبك مع الله عز وجل ولا تقتصر ليلة القدر على القيام بل قراءة القرآن التسبيح ذكر الله عز وجل كل أعمال الخير فيها لأن الأجر مضاعف كما جاء في تتمة الآيات لسانك كما يقولون حصانك إن صنته صانك وإن كنته خانك الإنسان مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه كما يقولون آفات اللسان كثيرة ولا سيما الإنسان يأخذ غيبة هذا ويختفي أثر غيبة ذاك الإنسان فيكون من, من اكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه كما هو في الدليل اليوم كيف الانسان يبدا هذه الانطلاقه الجميله والجديده بيوم جديد حتى ممكن ان يتواضع مع نفسه يبدا مع عياله يعني انا قلت ان الامام علي عليه السلام مع فاطمه الزهراء كانوا يوقظون ابنائهم وهم صغار خلينا نتابع معك فضل هذه الليله الكريمه على كل المسلمين بعد ان معكم بعد الفاصل فاستقم كما امر اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى ارحب بضيفي الكريم سماحه الشيخ كرم العثاوي الباحث في الفكر الاسلامي اهلا ومرحبا بك وصلنا الى دليل وقتها نعم يعني مره ناس تقول 19 ناس تقول 20 ناس تحييها في الحادي والعشرين ناس تحييها وتؤكد السلام. على الثالث والعشرين <applause> يعني مدرستين يعني مدرسة تؤكد على الثالث والعشرين بصراحة <applause> والمدرسة الأخرى التي تنتمون إليها تقول السابع والعشرين نعم. <applause> فما أجملها أن جميع الليالي وما أجملها أن نسمع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن نبحث عن هذه الليلة فالتمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان جميل نرى الناس بعض الناس يسأل متى وقتها أليست في السابع والعشرين ترى المساجد تكتظ في ليلة السابع والعشرين وقد تكون في الواحد وعشرين وأنت فاتك الأجر العظيم وقد تكون في الخامس والعشرين وقد تكون في الثالث والعشرين نعم وقد تكون في الثالث والعشرين لذلك الجائزة العظيمة قلت لك دكتور جلال أنا لديك جائزة إذا قمت هذه الليالي هذه العشر الأواخر وأخفيها وهذا هو الغاية من إخفائها لماذا لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام والشر وقتها مباشرة لكي يرى الهمة من عندنا لكي يرى ماذا سنفعل في هذه الليالي العظام لان اجرها عظيم لاننا نبحث عن ليله عظيمه نبحث عن اجر عظيم لذلك لعظمتها ولقدرها ولجميل اجرها اخفيت فلذلك انا حتى لا ادخل في وقتها ولماذا واظل بعد رمضان خائف هل انا قد اقمت ليله القدر هل حصلت على الاجر أنا أقيمها وأنوي مع الله عز وجل في بداية ليلة العشرين إلى آخر شهر رمضان لكي أنام وأنا متيقن أن برحمة الله عز وجل أني نلت فضلها وأجرها وأجر قيامها وأسأل الله أن يكتبها للجميع آمين آمين ونسأله أن يرحمنا وإياكم في هذه الليالي بما مضى وبما بقي منها آمين لكم ولنا إن شاء الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يعني دلائل قرانيه كثيره يعني تثير النفس وتشير اليها بالتدبر ولا سيما في شهر التدبر في شهر القران الكريم اليوم الف لام ميم لا اقول الف <applause> لام ميم انما الف حرف ولام حرف وميم حرف هذا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا فرصه للتدبر في القران الكريم حتى يجعل للالف حسنه واللام حسنه والميم حسنه وكلاهما ثلاثون حسنة ثم تضاعف والله يضاعف لمن <applause> يشاء فكيف لنا في شهر رمضان المبارك شهر التدبر شهر القرآن الكريم أن يكون مدرسة لتعليم القرآن الكريم كان خلقه القرآن النبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن قرآن يمشي على الأرض تخرج من هذا الخلق العظيم من هذه المدرسة حين تسمع لأخلاق آل البيت عليهم السلام اخلاق الصحابه رضي الله عنهم تدبر القران عملوا به تدبروا الايه وقفوا عند مضمونها ماذا يريد الله عز وجل منهم ماذا يسمعون ماذا يطبقون كل ذلك طبقوه على انفسهم سواء في شهر رمضان او في غير شهر رمضان لذلك حث جميع العلماء ان تكون العباده في شهر رمضان دائما ما نركز على كتاب الله لانه شهر سماع شيخ ما اجمل ان حضرتك تاتي ولو بابنائك، يعني اليوم الانسان ياتي بابنائه بزوجته يعطيهم في الدرس من القران نعم الكريم مدارسه تربيه يعني هذا اهم كامل شيء انه مدارسه في البيت، ليس فقط المسجد وهذه المراقد المباركه تكون منارا للهدى، نعم انما ممكن البيت يكون ايضا منارا شعله تتوقد عرفانا وعلما للاخرين من خلال بناء الاسره الطيبه. نعم، لذلك يا دكتور جلال المحزن المحزن والمبكي انه بعد ختام شهر رمضان نرى ان المصاحف قد تعود الى الرفوف الا ما رحم الله تشتكي الى الله تشتكي الى الله عز وجل يجب هذه دندنه الصوت وهذه القراءه وهذه التلاوات الجميله وهذه العائله التي عاشت وقت السحور ووقت الفطور والتراويح وغيرها كل هذه العبادات في شهر القران يجب ان تستمر لأن لاننا مامورون أن نعبد الله عز وجل حتى يأتينا اليقين ونلاقي على الوجه الذي نحبه ويرضاه فحذاري أن نترك القرآن ونترك تدبره لأنه منهج حياة جعله الله عز وجل لنا ولجميع الذين يريدون أن يدخلوا إلى الإسلام لكي يتعلموا القرآن من أصوله ومن فروعه ويكون منهج حياة للجميع مرة المسجد اليوم أهمية <applause> يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث الكريمه يجعل الذين يحضرون الى المساجد ولا سيما في الصلوات الخمس الصلاه جماعه فيها اجر مضاعف واشاره واضحه لا سيما في شهر رمضان المبارك اليوم خلينا يعني نتكلم عن أئمة المساجد وخطباء المساجد نعم خلينا نقدم ديننا الحنيف مثل ما قدم النبي مثل ما قدم اهل البيت هذا التسامح نعم. هذا الوجه البشوش ما كفد واحد دخل على النبي الا ووجد وجهه مبتسم مبتسمة. لذلك دخل مره اخرى اليوم اشوف في التهرب من الشباب نحكيها بصراحه سمعت الشيخ نعم. فالتهرب من الاطفال يا يعني خلي يدخل كيف ما يلبس يلبس كيف ما هو راح يتغير تلقاء نفسه هو جايك تعب نعم. لعله كان يشرب الخمر وجايك تعب زين أن انت راسا كيف بس تبسبس مع صديقك هذا كان يشرب الخمر جابه معانا هنا يا اخي عوفه الله سبحانه وتعالى نعم. هو كريم ويقبل التوبه نقع على الجرح نتكلم سمعت نعم. دور الخطباء اليوم دور ائمه المساجد في التوعيه وبشاشه الوجه مع الاخر نعم تتفق معي ام لا؟ اتفق وانا رساله ونصيحه اقدمها لجميع الائمه والخطباء بكافه مذاهبهم وانا دائما ما اقوله على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم <applause> أي مسجد لا ترى فيه الشباب والأطفال فهو مسجد ميت لا ترى فيه الشباب والأطفال لأن يعني هؤلاء هم طاقة اليوم هم أطفال لكن غدا سيخرج منهم المؤذن سيخرج الإمام والخطيب هؤلاء هم بنات هؤلاء هم المسجد أنا إذا نفرت الشاب ونفرت الأطفال وترى أنت في مجتمعاتنا أيضا حاشاك أهل الباطل أيضا لديهم دعوة يجذبونهم يضحكون بوجههم كل أمورهم حلال حتى يصرفون عليهم فقط ليفعلوا الحرام أليس نحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام لكي نتأسى به والله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك حتى في القرآن دعوة عند, نبي الله موسى وهارون أعتى الخلق فرعون نعم. يقول لهم فقولا له, له قولا لينا اللين, اللين ما اجمل اللين اليوم هذا عدو الله فرعون نحن الان لم يدخل المساجد لا فرعون ولا اتباع فرعون ادخل شباب مسلمين مؤدبين محترمين لكن رساله الى المخطباء ورساله الى رواد المساجد ايضا ان نحتوي هؤلاء نعتبره نعتبرهم أبناء ابناءنا هم ابناءنا واولادنا اعتبره ابنك ودخل الى هذا المسجد فلذلك ايضا المسجد هو مدرسة سواء في رمضان أو في غير رمضان والناس سيثبتون اليوم الشباب في شهر رمضان جاءوا إلى المسجد لعل البعض منهم لأول مرة يدخل إلى المسجد سيثبت في المسجد حين رأى أخلاق الإمام أخلاق المصلين بعد رمضان لن تراه يترك المسجد بسبب ما عكستموه من أخلاق يعني على اعتبار أن المسجد ضرورة اليوم وله أهمية كبيرة ولا سيما في هذه الأشهر العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم مرة حمل فأسه وهدم مسجدا كان يسمى مسجد ذرار <applause> ومرة نجده يعني بيديه الكريمتين ومع أصحابه <applause> الكرام قام ببناء مسجد قبا اليوم <applause> اليوم هذا المسجد العظيم <applause> الذي يشهد جميع المسلمين يتشرف بزيارته اليوم <applause> ما بين مسجد ضرار وما بين <applause> مسجد قبا هنا دعوة للوحدة ودعوة للتكاتف اليوم أبناء الشعب العراقي في كلماتك الأخيرة بقواته الأمنية برجاله بعشائره بقوات حجده الكريم بعشائره الكريمة كلهم تعاضدوا من أجل نصرة الدين ونصرة الإسلام ماذا علينا أن نسير بوحدتنا نحو عراق مستقل آمن بتعايش سليم نعم. الذي يفرض علينا في بلادنا في عراقنا أن نتعايش ونتوحد هو أمر مهم طيب لعلك ترى بعض البلدان تتميز بتجارتها بجبالها بإبداعاتها بابتكارها لكن ما يميز بلادنا هو بلاد آل البيت وبلاد الصحابة عزنا الله شرفنا بوجودهم شرف هذه التربة بوجودهم ألا ينبغي لنا أن نحافظ على سمعة هذا البلد أن نحافظ على التاريخ على هذا الشرف الذي أعطانا الله عز وجل إياه لذلك واجب الجميع ندعو الله عز وجل نسأله سبحانه في هذه الليالي المباركات نسأله أن يوحد شملنا وأن يجمعنا إخوانا على سر متقابلين وأن يبعد عنا وعن بلادنا سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجمعنا في كل وقت وحين على حبه وعلى عمل الخير آمين إنه ولي ذلك والقادر عليه إذا بدعائكم الكريم نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ويانا من الذين يحيون هذه الليالي اللهم آمين. الكريمة على قلوبنا بالذكر وقراءة القرآن كل الشكر والتقدير لسماحة الشيخ كرم العيثاوي الباحث في الفكر الإسلامي حياك, حياك الله دكتور صلى الله التوفيق الجميع لسكرا. بارك الله بكم الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته